أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أن الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله، التي أكد فيها جلالته أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد في جميع المواقف على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وأننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة. هي كلمة قائد حكيم ترجمت مشاعر كل مواطن بحريني وعربي أصيل تجاه الدور القيادي الأخوي الذي تلعبه الشقيقة الكبرى لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأشار سعادة وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إلى أن الحرص المشترك لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتعزيز التكامل بين الشقيقتين يعد منهاجا لعمل مختلف قطاعات الدولة تحقيقا للأهداف المشتركة. مؤكدا سعادته أن العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط المملكتين والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ تعد نموذجا دوليا للعلاقات الثنائية القائمة على الأخوة والتضامن والتكامل والوحدة لتحقيق الخير والرخاء لشعوب دول المنطقة. وشدد سعادة وزير الإعلام على أن المملكة العربية السعودية لطالما أثبتت عبر تاريخها العريض أنها ميزان العدل والحكمة والحامي الأول لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وما الوقوف إلى جانب الشقيقة الكبرى في السراء والضراء إلا وقوفا إلى جانب الحق وتغليبا للخير ودحرا للشر، وهي الأسس الراسخة التي بنيت عليها العلاقات بين المملكتين عبر التاريخ.